وحده نباح هذا الحارس الأمين يملأ صياحا أرجاء قصر البحر بمدينة آسفي. أما بني البشر فممنوعون منذ سنوات من ولوج هذه المعلمة الفريدة لكونها معرضة للانهيار، ما يشكل خطرا على الزوار. كنت كنعرفو مزيان وكنت كنعرف من دخول ونخرج ليه من الباب ديالو حتى الفوق. دابا مع بديت كنكبر هو تغلق سنوات عديدة، ما بقيتش كنعرفو بالضبط لداخل. صراحة قصر البحر ضاع. إلى ضاع قصر البحر غضع معاه المدينة ككل، يحزوا في نفس جميع المسفيويين هاد الإهمال اللي الكبير اللي تعرض ليه قصر البحر. كنتمنى من هذا المنبر أن جميع السلطات أو الجهات المختصة اللي عندها دخل باش تنقد هاد المعلمة التاريخية. فوق جرف محاط بمياه البحر من كل جانب شيد القصر منذ 5 قرون، وظل يقاوم تأثيرات المياه مقاومة بدأت تتضاءل مع مرور الزمن. للنسيج الجمعوي المحلي رأي في الموضوع. مور هاد السقوط يعني ما بناش لحد حتى دار حتى شي بادره، ما دار حتى شي حاجه، في حين ان كاين دراسات وكاين كتب وكاين مقالات وكاين يعني اصدارات في اصدارات في 2002. وكمجتمع مدني كان الناس المسؤولين باش يعملوا الجهودات ديالهم من اجل الترميم ديالو ومن اجل ارجاع لهذا البريق ديال هذا القصر البحر. مصنف تراثا وطنيا منذ 1922 لجمالية بنايته وهندسة تشييده المزدوجة. نظرا لهذا التاريخ ديالها الزاخر ولان التميز ديالها على مستوى الهندسة وعلى مستوى حتى الموقع ديالها، لان تقريبا كان تقامت تبنات بشكل تكون فوق الماء، يعني فوق جرف اللي هو دوميني من كاع ليسونس بالماء. وزارة الثقافة تعمل على ترميم هذه المعلمة بشكل دوري والصيانة ديالها. احنا بصدد تهيئ واحد المشروع ديال الدراسه، وبصدد تهيئ يوم دراسي اللي نجمعوا فيه المتدخلين جميعا باش يتناقشوا فيما بينهم وباش نلقاو حل. كان عبارة عن حامية عسكرية يقيم بها الحاكم البرتغالي وجنوده، معلمة ترسخت في الذاكرة المسفيوية، الجميع يتأسف على مآلها، تحتاج اليوم تضافر جهود عديد جهات لإنقاذها.